واحدة من المشاهدات بتوعنا الأمارات بعتت لنا المشكلة بتاعتها أكتر من كتير قوي، وطالبة رأينا أو طالبة رأي برنامج هي وبس أو طالبة رأي شخصي. هي عندها مشكلة، المشكلة دي إنه أو السيدة دي متزوجة من راجل طيب بتقول عليه وراجل محترم وبتحبه جدا وبتعزه جدا وبتحترمه جدا، لكن المشكلة إن الست دي عايشة في بيت عيلة، يعني موجود حماها وحماتها في نفس البيت. مشكلة إن هي حماتها بتعملها بطريقة غير لائقة، بتعملها بطريقة غير طيبة، ودائما وابدا بتعايرها ان والدتها متوفيين، وانها يعني زي ما هي قالتها بالتحديد كده، انا ما شفتلكيش راجل قبل كده. الحقيقه هي طلبت راينا، هي تعمل ايه مع حماتها، تعمل ايه مع جوزها. فانا عايزه اقول لها انه من خلال البرنامج بتاعنا احنا قعدنا كلنا، لأن أنا عادة يعني ما بحبش أقول رأي منفرد، يعني زي ما بيقولوا في بعض الأحيان عندي شوية ديمقراطية. فقعدنا مع بعض وأنا نتكلم في إحنا نقول لك إيه. الحقيقة إن إحنا كلنا أجمعنا إنه طالما ربنا هداكي لراجل طيب بيحبك وبيحترمك وبيصونك وعشته طيبة وعشته كويسة في أيام الحقيقة، البني أدمين سواء كانوا رجالة أو ستات ما بقوش كده بنسبة 100%، فده لوحده هداية من عند ربنا. وخليني أقولك إنه دايماً كل إنسان في حياته بيبقى عنده عائق أو بيبقى عنده مشكلة كبيرة أو بيبقى عنده حاجة ما دائماً وأبداً تنغص عليه عيشته، ساعات أو ساعات كتير يكون الـ 24 قراب بتوعك خدتيهم وتقف لحد هنا. إذا كان جوزك زي ما أنتي قلتي طيب وحنين ومحترم وبيحبني وبيعملني كويس وبتاع، فزي ما بيقولوا كده هو يشفع له إن هو بيعمل معاكي كده، فبالتالي لازم تستحملي بعضه. وخليني كمان أقولك إنه في حاجات بتحصل لنا في حياتنا بتسمى تكفير ذنوب، بتسمى إنه أنا ربنا حطي الحته دي في طريقي علشان تكفر عن سيئاتي. خلينا نعترف ان احنا كلنا بني ادمين وكلنا عندنا سيئات. فبالتالي انا بقول لك كملي معاه بعشته الطيبه وحبيه وصونيه، حاولي تتجنبيها، حاولي ما ترديش عليها. في الاول وفي الاخر هي ست كبيره، خلينا نقول ان هي زي والدتك، خلينا نقول ان هي هو جاي منها، فبالتالي بص لها من الحته دي. وانا عارفه ومتاكده انه الكلام النظري غير الكلام العملي، لكن صدقيني كل واحد فينا عنده حاجه في حياته بتنغص عليه عيشته. اذا كان اللي بينغص اذا كان بينغص عليك عيشتك هي حماتك، فبوسي ايدك وش وضهر وقولي الحمد لله رب العالمين ان ربنا مبارك لك في زوج محترم.